إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقاته، واعملوا بما يوجب مرضاته جل وعلا، فإن الدنيا ذاهبة ولا يبقى إلا تلك الأعمال التي نقدمها. رفيقنا في القبر هو العمل لا شيء غيره. إنني تأملت في هذه الأيام ونظرت إلى الأمر نظرة حسابية، حيث استمعت إلى أحد الإخوة وهو يتحدث عن ذلك. أسبوعنا الذي يمضي علينا سبعة أيام بثمان ليال، من بين الأيام يوم الجمعة، فحسبت يومنا الذي يمضي 24 ساعة في الأسبوع كاملا بليلة ثامنة أكثر من 170 ساعة، فلنقل 170 ساعة. لما يكون الأمر حسابي لعله يلفت النظر، 170 ساعة في الأسبوع تمضي عليك يا عبد الله. فنظرت فإذا منها ساعة واحدة في اليوم للفروض الخمس، ويوم الجمعة لنقل من يأتي مبكراً يأخذ ثلاث ساعات، وبعض الناس لا يأتي إلا في الركعة الثانية، فلنقل ثلاث ساعات يأخذ، فأصبح 10 ساعات في الأسبوع، و160 ساعة أين تذهب؟ فكر يا عبد الله، فكر أيها المسلم، 170 ساعة في الأسبوع تذهب، منها 10 ساعات في يوم الجمعة والفروض الخمس التي تؤديها كل يوم في الأسبوع، و160 كم استخرجت منها لقبرك؟ كم استخرجت منها لعرصات القيامة؟ كم استخرجت منها يوم تدنو الشمس من العباد القيد به؟ كم استخرجت من هذا الأسبوع؟ تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أوذوا كثيرا وعذب الصحابة كثيرا، حتى يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت وما يخاف أحد، وأوذيت وما يؤذى أحد، ولقد
30 من بين يوم وليلة، وليس معي أو ليس لي أنا وبلال طعام يأكله ذو كبد. واضح الكلام؟ أخفت في الله وما يخاف أحد، وأذيت في الله وما يؤذى أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يفتح باب الجنة حتى يطرقه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وليس لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد. ذو كبد يعني حيوان، يعني طعام يأكله حيوان لم يكن يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فما هي حياتنا نحن اليوم؟ كيف نحن نعيش اليوم في رغد العيش؟ وبعض الناس يقول والله خصب علينا ونقص علينا وضيق علينا. عجيب أمرنا، عجيب أمرنا. ورسول الله وأصحابه 30 يوما، 30 يوما ليس له طعام يأكله. أخيف في الله وأوذي في الله، وصحابته كذلك وهم أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ على سبيل المثال مصعب بن عمير، هذا الصحابي يوم أحد عن يمين رسول الله وعن شماله يقاتل، فتأتيه السهام فيموت رضي الله عنه. ولما جيء به ليكفن ما عنده شيء، ليس له إلا قطعة خرقة، إذا غطي رأسه بدت قدماه، وإذا غطيت قدماه بدت رأسه. يا إخواني، يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، يموت وليس له حتى ما يغطى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على قدمه أو رجله شيء من الإذخر. المهم يغطى رأسه رضي الله عنه ووجهه بتلك الشملة، بتلك الخرقة. هكذا عاشوا وهكذا قضوا حياتهم، لأن الحياة الحقيقية هي في الآخرة ليست هنا. نبني ونعمر ونفرش ونركب وكأننا مخلدون، فإذا ما جئنا للعبادة وجدت ما عندنا شيء، حتى رصيد ما في. والله يا إخواني لابد أن نلتفت لهذا الأمر، لابد أن نعي هذا الأمر. ليس هذا المال الذي بين يديك نافعا لك إلا إذا قدمته أمامك، أما إذا ألقيته وراءك فستجده من اليوم الأول بعد دفنك وانتهاء العزاء في المحاكم يطالب بعضهم بعضا. ليس لك من هذا المال إلا ما تقدمه. تعلمت عندما نظرت إلى ذلك الحال، مر علينا ذلك المقطع الصغير لذلك الشاب الذي يسكن في حي من الأحياء، وصور الناس وهم في صلاة الفجر. الحي مكتظ بالفلل الفاخرة، وفي صلاة الفجر الإمام معه شخص واحد. أين أهل الحي؟ أين أهل الحي؟ نائمون. شخص واحد في ذلك الحي كله مع
إذا كان لك ما يسد عمقك ويقيم صلبك من لقمة العيش بحمد الله، فلم يجد ذلك رسول الله ولا أصحابه. ولنا فيه أسوة حسنة. وتعلمت عندما نظرت إلى ذلك الرجل، عندما فاز ذلك اللاعب في كرة القدم وجاب هدف، فأهداها بنتي لي، سيارة بنتي لي رولز قيمتها 1,000,000 وفوق، لأن قدمه سجلت هدفا. وحسام الحربي الذي ذهب بصره وهو يحمي طيبة الطيبة، ها؟ أين تجارنا؟ أما دولتنا فما قصر. لكني أتكلم عن هذا العبث لأنه جاء بهدف أحد بنتي قيمتها 1,000,000 وزيادة. وحسام الحربي في المدينة المنورة ذهب بصره من فئة اعتدت عليه وهو يحمي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قدم له حتى يالس، لأن الناس إلا من رحم الله إقبال على الدنيا نسيان للآخرة. هذا 1,000,000 وزيادة سيسأل عنه فيما أنفقه، أنفقه في لعب كرة، ماذا جاءت، ماذا فعلت بنا هذه الكرة؟ إخوة يقتل بعضهم بعض، الشقيق قتل شقيقة، أليس كذلك؟ والزوج طلق زوجته، والأقرباء تقاطعوا وشحناهم وبغضاء، حتى الفرق فيما بينها وبين بعضها، حتى أصحاب ورؤساء النوادي، فإذا ما فتحت صفحة الرياضية تجد الكلام الذي لا يليه. جعلوا منا هكذا تناحر وشحناء وبغضاء، هذا الذي يريده العدو، ونقدم المال في مثل ذلك. ومصعب رضي الله عنه ليس له ما يغطي رأسه أو يغطي قدمه، ما في شيء يغطي جسمه كامل، 100 سهم ضرب بها في أحد وهو يدافع عن رسول الله حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فلننظر أيها الإخوة إلى عباداتنا، إلى طاعتنا، ماذا قدمنا لله؟ ماذا قدمنا لآخرتنا؟ والله صحة، عافية، مال، هذا كله يذهب. المهم أن يبقى لك رصيد يوم تحمل على الأكتاف وتوارى في قبرك، يوم أعز حبيب يحثو عليك التراب، يوم أقرب قريب يحثو عليك التراب بيده ليدفنك، ثم يغادر ولا قاطعك إلا الله، ثم ذلك العمل. فلنجتهد، أيام الأسبوع تمضي، 17 ساعات من أسبوعنا في الصلاة. أحد الأئمة كان يصلي بالناس وعمره تقريبا 100 وشوية، يصلي بهم إذا جاء رمضان، يصلي بهم من الليل حتى الساعة 4 قبل الفجر بشوية، عمره 100 سنة، يعني توفي هو قبل فترة قريبة. فجاءوا الناس قالوا يا أخي أنت يعني تطول علينا من صلاة التراويح وبعدين يجي الفجر، إلى الساعة 4 الفجر والله تعب. فقال لهم اصبروا علي بس هذا السنة، والله يقول بهذا الأمر، قال اصبروا علي بس هذا السنة. فمشى بهم رمضان ويأتي العيد ويموت بعد العيد. ماذا قدمنا؟ ماذا قدمنا؟ أموالنا، طاقتنا، صحتنا، عافيتنا، ماذا قدمنا لله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الذين استعملهم في طاعته، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، أيها المسلمون، كلنا يذكر بعضنا بعضا، وكلنا مقصرون، ولكن الله قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا لم يعد الناس من هو مذنب، فمن يعد العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلنا خطأ، وكلنا عندنا التقصير، لكن بتذكير بعضنا البعض تتحرك الهمم وتنشهد الهمم، وبإذن الله نرى من أنفسنا خيرا. الصحبة الطيبة لها مفعول ولها أثر، فلا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ثم صلوا وسلموا على سيد الخلق محمد، فإن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به لجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين، اللهم ارض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم أمن بالشفاء العاجل لكل مريض من إخواننا المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا بصلاتكم يرحمكم.